هنعمل دلوقتي حاجه لذيذه كده للساقعه والشتاء الجميل ده اللي احنا فيه، اللي هي خليه نحل بالعسل الاسود. حاجه كده تنفع للمدرسه، تروح معانا المدرسه، تروح في البيت كده مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي، حاجه كده تحفه. بصوا ازاي بقى، عندي هنا طبعا كميه دي اللي انت عايزاها، ومدود شكلهم كده ايه يا جماعه، 4 كوبايات دول دي ولا ايه يا ولاد؟ 4 كوبايات دقيق ماشي، الا سنه اوكي. 4 كوبايات دقيق ماشي، معلقه خميره، معلقه سكر كبيره، بس زودي السكر شويه عشان انا هعملها دي يعتبر حاجه مسكره، وممكن تبقى معلقتين، وفانيليا، وعسل اسود، وسمسم، عايزه حبه البركه ماشي، وبس. وعندنا اللبن بقى، حاجه بلبن يعني عجينه عاديه باللبن. 4 كوبايات عشان نعمل صينيه كبيره. شاكرين مهللين، شكرا. انا عايزه تجمع لي كل التصديق كلهم. ماشي، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، ملح، رشه ملح صغيره، قولي كده، قولي ايه، قولي نص معلقه صغيره. نقلبهم. نص كوبايه من الزيت، ماشي. هناخد ربع كوبايه من العسل الاسود يعتبر، ربعها، تطلع ربع كده، 2 ماشي، واعجن بلبن. طبعا لو عايزه نص كوبايه الزيت تبقى نص كوبايه سمنه ماشي. ونعجن العجينه كده، عايزاها مسكره اكتر، هتحطي معلقتين سكر مش معلقه واحده، عايزاها بالسكر المعقول ده ماشي. ونعمل عجينه طريه. العجينه الخمرانه فين يا اولاد عشان نكسب وقت؟ وبعجن باللبن. حلو كده، هي تاخد ايه، كوبايه اللبن كلها. حلو حلو، بس هي هتخمر في مكان دافي. نعمل ايه، كبيره شويه دي عشان نعملها مسطحه اكتر ماشي، بتروح على طول خمرانه. بسم الله بسم الله، زيت او سمنه، جوانب، تعملي ايه، الم العجينه كده في ايديا اهي معايا اهي، وبعدين لو عامله كده، انا عايزه مثلا حجم الكره اللي انا عايزاها اهو كده مثلا، عايزاها كبيره، انا عايزاها وحدات كبيره كده اهي، لو عامله كده تاني. مش هقص العجينه بقى عشان ما تضايقنيش في التكوير كده، دي هتطلع كبيره قوي، ها تطلع يعني واحده كده فطار. وابعد عنها شويه كده، تطلع شبيهه القرصايه مثلا، وابعد عنها كده كده، حاضر ماشي اهي، خلصت. وادي الخمسه اهو، ابططها كده والمها من تحت. سوري انت بتعد ورايا، ما تعدش ورايا يا جيمي. ابططها كده شويه، حاضر حاضر ماشي، واروح جايه بقى ايه، بخم في واحده. انا اصل شكلهم عارف ايه كده، عسل اسود بقى كده، حاضر حاضر حاضر. لا انا الحقه ان شاء الله. طب هوريك، هدهنهم كلهم بالعسل الاسود كده كويس قوي ماشي، من الجناب كلها. حلو كده، وبعدين سيبوها تخمر تاني، هحط سمسم بس كويس قوي عليها كده، تبقى لونها مغذيه خالص كده، بتاكلي حاجه مغذيه، غرقيها بالسمسم.
عايزه تحطي حبه البركه حطي، بس انا ايه عايزاها في السنسب بس كده. سكارت بقى العسل الاسود اللي فوق ده هتشوفيها ايه تحفه جدا. فانا دلوقتي هروح مدخلها الفرن اهو كده، حلوه ومبسوطه منها كده كويسه. بسم الله الرحمن الرحيم. تستوي بقى على 180 درجه، درجه الكيك خلاص.